دلوقتي كمان نستقبل على الهاتف دكتور عمرو الديب، استاذ مساعد العلاقات الدوليه بجامعه لوباتشوفسكي الروسيه. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، والحديث عن العلاقات المصريه الروسيه المتوازنه وانعكاسات هذا على الاصعد العده التجاريه والاقتصاديه والسياسيه، وايضا على انعقاد القمه الافريقيه الروسيه الثانيه. بالطبع يعني مساله انعقاد القمه الثانيه هذه بصدور القياده المصريه في هذه القمه، نتذكر جميعا ان عام 2019 كانت القمه الاولى المتمثله فيها القمه الافريقيه الروسيه، وقد اختارتها روسيا بسبب ان مصر كانت حينها رئيسه الاتحاد الافريقي وساعدت كثيرا في اجراء هذه القمه. و القمة الثانية طبعا مررنا بعامين او ثلاثة، جائحة كورونا ووباء كورونا وما الى ذلك، واتى هذا العام لكي يتم الاستمرار في ما بداته الدول الافريقية مع روسيا في عام 2019 من اجل ان يتم تتويج كل المناقشات والاتفاقيات التي تم التوصل اليها حينها، واعادة ضبط كل هذه الاتفاقات، خصوصا ونحن نعيش في عالم حاليا عالم يعني يتحول من عالم القطب الواحد الى عالم المتعدد الاقطاب، وروسيا تقود هذا العالم الجديد، ووحدها روسيا لا تستطيع، ولكن بمساعده دول عديده وقوى اقليميه وقوى دوليه عديده مثل الصين، الهند، بالطبع مصر، القاره الافريقيه، الشرق الاوسط، كل هذه القوى ستساعد روسيا بشكل او باخر في تغيير شكل هذا العالم الذي عشناه منذ نهايه الاتحاد السوفيتي وسقوط الاتحاد السوفيتي عام 1990. المجال الاقتصادي يمكن المجال الابرز يعني وملفاته هي الملفات الابرز في هذه القمه، الحديث عن صفقات الحبوب وايضا الحديث عن مساله الامن الغذائي، وده اللي بيهم العالم كله في ظل الازمات اللي بنشهدها على اثر الحرب الروسيه الاوكرانيه. كيف يمكن للمنتدى الاقتصادي الروسي الافريقي ان يكون مفتاح حل لهذه الازمات؟ بالطبع يعني بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه وقبلها وباء كورونا عانت العديد من دول العالم ازمات اقتصاديه قويه، وحتى هذه الازمات مستمره حتى الان. روسيا بدعوتها لكل الدول الافريقيه للحضور لهذه القمه الثانيه هي اولا هدف من روسيا لمحاوله التوصل لاي اتفاقيات وقنوات لوجستيه جديده، قنوات ماليه جديده بين روسيا وبين هذه الدول من اجل محاوله حل هذه الازمات. ومفتاح حل الازمات الاقتصاديه في هذه الدول هو اولا ضمان الامن الغذائي، ضمان الامن الطاقوي، هذه وهذين العنصرين هما من اهم العناصر التي تقوم عليها الدول بشكل عام في العالم، وبشكل خاص طبعا الدول الافريقيه ودول منطقه او شمال افريقيا بشكل خاص. روسيا ستقدم العديد من الاقتراحات التي يمكن تنفيذها على ارض الواقع بشكل او باخر. اذا ما وافقت الدول الافريقيه على هذه الاقتراحات سنكون امام فرص كبيره جدا لفتح افاق اقتصاديه جديده. ودعونا نتكلم بشكل خاص على مصر، مصر هي قائده المنطقه، قائده القاره الافريقيه، اهم دوله في القاره الافريقيه لروسيا. روسيا تعلم تماما ان مصر هي بوابه الشرق الاوسط، بوابه القاره الافريقيه، ولذلك يعني كان استهلال هذه القمه بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في موسكو اليوم، وطبعا احداث القمه ستبدا غدا، هذه اشاره كبيره على اهميه وقيمه مصر في الخطط الروسيه وفي السياسه الخارجيه الروسيه. وروسيا تعلم هذا الامر جيدا بان لا تستطيع اي قوه دوليه تحقيق اي اهداف لها بدون الدخول من خلال البوابه المصريه، لذلك مصر ستكون امامها فرص اقتصاديه كبيره جدا. مصر يمكن، وهذا الامر ننتظره بشكل كبير، ان تكون مركزا لتصدير الحبوب الروسيه، ان تكون مركزا لتصدير الاسمده الروسيه، ونتمنى ايضا ان تكون مركزا لتصدير الغاز في المنطقه. ونعلم ان روسيا لديها استثمارات مثلا في حقل زهر، وهذا الامر يمكن ان تزيد هذا القطاع المهم، وروسيا لها باع
قوي وكبير في هذا القطاع، بالإضافة إلى مسألة المنطقة الصناعية الروسية على ضفاف قناة السويس. روسيا تهتم بنقل استثماراتها ونقل بعض مصانعها وخطوط إنتاجها إلى هذه المنطقة، والتي ستمثل أيضا لها بوابة عبور للأسواق الصينية وللأسواق الدولية، نظرا لموقع نفس الجغرافي وطبعا موقع قناة السويس الذي يعني قيمته معروفه لاي حتى مراقب عادي. اهميه قناه السويس جغرافيا وجيوسياسيا كبيره جدا جدا جدا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عمرو الديب، استاذ مساعد العلاقات الدوليه بجامعه لوباتشوفسكي الروسيه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.